want to see. What do you want to share with me? 这天气 fantastic. Hi guys, شلونكم؟ فيديو اليوم قررت أبدي المقدمة هنا لأن بقعة الشمس هاي جنن. المهم فيديو اليوم راح أشوفكم شلون أسوي مكياجي اللي هو كلش سهل, كلش بسيط, كلش ما يأخذ منكم وقت. وبس كملوا الفيديو وشوفوا شلون. اوكي, وقبل ما تروحون تشوفون شلون انا اسوي المكياج, بليز اشتركوا بالقناة ولايك للفيديو. و يس, وهذا الفيديو هو بناء على طلبكم انتو. طلبتوا مني على الانستغرام هواية, بس على اليوتيوب همين طلبوا, بس يعني اقل على الانستغرام اكثر. فحبيت اصور لكم هذا الفيديو. الفيديو كلش سريع, اتوقع راح يكون اقل من 10 دقائق, بس مو مهم, اهم شيء تستفادون. وبس continue watching. اوكي, زين, هسه اول خطوه ان هي اغسل وجهي بهذا الاسكينول. تقدرون تسوون سكيب بهاي الخطوه, ولازم تخلون واقي شمس. ثاني خطوه هي الكونسيلر على اي اثار اذا اكو بوجهي, وهمين اكيد اخلي جوا عيني. اوكي, طبعا شعري هنا مبلل, يعني كنت هستوني غاسله فعنديش كله مي. اوكي, وراها راح نستخدم هاي الاداة اللي هي ترفع الرموش. صراحة انا مو دائما استخدمها, يعني بالعادة اسحب عليها, بس هالمرة قررت استخدمها ما اعرف ليش. وراها اخلي هاي الماسكارا من اسانس. هاي الماسكارا انا شخصيا كلش احبها. طبعا اكيد راح امسح هذول اللي فوق, امسحهم بالنهاية بعد اذن. وراها استخدم كحل بني من N7, بس هنا حسب, مرات استخدم كحل بني, ومرات كحل اسود, ومرات ايلاينر. اوكي, ايلاينر استخدم بس من يكون اكو مناسبة او هيك يكون جاي على بالي اخلي ايلاينر. شوفوا, انا من نوع اعرف اخلي مكياج كله زين, بس ما اخلي هواية. هنا ما ادري ليش نطيت هاي النظرة والله. اوكي, وراها راح استخدم هذا الباليت من انستازيا, وراح استخدم هاي الدرجة, راح اخليها على كل الجفن. وراها نستخدم الدرجة الاغمق على نهاية الجفن بس. اوكي, هذا التند فوياج من شمس الخزرجي, جبته من بغداد لان هو مو موجود هنا. اخليه على خدودي, وهمين اخليه كحمرة, ومرات اخليه حمرة فوقها, بس هالمرة ما راح اخليه. استخدم هايلايتر اخليه على مدمع العين وشوية فوق عيني, ما ادري شلون اشرح لكم, بس نفس هيج. وبنهاية الفيديو لا تنسوا تسوون سبسكرايب لقناتي, وتابعوني على الانستغرام, ولايك للفيديو, وباي باي.